السلام عليكم ورحمة الله. كما كان منتظر سيقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة للجزائر في نهاية شهر أوت، وحسب بعض المصادر الفرنسية هذه الزيارة حددت ليوم 25 أوت. زيارة تجي ردا على دعوة عبد المجيد تبون لماكرون لوجهها له في رسالة التهنئة في شهر أفريل لما تمت إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون على رأس الدولة الفرنسية. وفي رده على هذه الرسالة، ماكرون أبدأ موافقته على تلبية دعوة ماكرون، ولكن كيفاش يلبي الدعوة؟ ها هو السؤال. ماكرون جاء على نهار واحد، زيارة تاع نهار واحد، اسكو يبات ولا ما يباتش حاجة أخرى ثاني؟ يدير كيما هولاند في 15 جوان 2014 لما مشى للجزائر، العصابة الحاكمة ذاك الوقت كانت محتاجة إلى شرعية فرنسية باش تقدر تكمل تحكم وبوتفليقة في حالة غيبوبة. ومشى ماكرون وشاف بوتفليقة وقال لهم كلام معسل، قال لهم يعني راهو ما كاش كيف الذكاء والحنكة وهادي وهادي وهادي، أعطاهم مش كانوا باغيين. وهذا يدل، هذا خير دليل على التقارب بين النظامين الجزائري والفرنسي، وأن النظام الفرنسي يساعد الحال لما تكون الجزائر بين أيادي عصابة بدون شرعية، وبالتالي هذه العصابة تبقى دائما محتاجة إلى شرعية فرنسية، فرنسا تعطيها شرعية. للأسف هذا هو الواقع تاع الجزائر. هذا ما راح يديره ماكرون مع تبون، كما دار هولاند مع بوتفليقة، ماكرون راح يدير نفس الشيء. وهذا يذكرني بواحد الكلمة قالها السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويت لما كان سفير في الجزائر، وكان لودريون باش يجي، يعني السفير الفرنسي واش قال إيف لودريون باش يقنعو باش يجي، وقالها يعني طبعا حتى الإليزي، يعني لأنه كان يترجى فيهم باش يسهلوا المهمة تاعو في الجزائر، يترجى فيهم باش يمدوا إنه باريس تمد العصابة باش يمدوا لهم. قال لهم دوني لوغ ان بيسكوي. هذا حسب ما تناقلته وسائل إعلام فرنسية وتناقلته وسائل إعلام دولية، أنه السفير الفرنسي بالجزائر يقول للسلطات الفرنسية، يقول لهم أعطيه بيسكوي، حبة بيسكوي للتبون، التبون والعصابة اللي معاه الحاكمة، يقول لهم أعطوا لهم حبة بيسكوي. فإيمانويل ماكرون واش دار؟ استقبل أحفاد علي بومنجل اللي هو شهيد أحد كبار شهداء الثورة التحريرية اللي كان هو محامي، ولما استقبل أحفاد علي بومنجل اعترف باسم فرنسا طبعا بأنه علي بومنجل لم ينتحر، وإنما تم اغتياله تحت التعذيب من طرف العساكر الفرنسيين عسكر الاحتلال. وفي نفس الوقت يعني زاد ماكرون رشا واحد أخرى،
عن طريق السفارة الفرنسية في الجزائر كذب كل تدخل عسكري من الجيش الجزائري في منطقة الساحل تحت قيادة فرنسية، بالرغم من أنه أثناء ندوة صحفية ماكرون قر باللي الجيش الجزائري شارك في معارك في منطقة الساحل تحت قيادة فرنسية. دونك زاد لهم هذا الرشة باش يقول السفير ماشي ماكرون يكذب، طبعا سمح للسفير انه باش يكذب هذا ما قالوا ميتيران. طبعا جاء التكذيب بطريقة مبسطة. اسمحوا لي لحظة. طريقة دبلوماسية يعني. داير احد الملاحظين الفرنسيين واحد يعني السياسيين الفرنسيين بعد التكذيب وبعد اعتراف فرنسا يعني شيء كبير ان فرنسا تعترف انها اغتالت مناضل جزائري ايام ثورة التحرير ولم ينتحر كما تم الاعلان عنه، ومن بعد يتكذب رئيس الجمهورية بأنه الجيش الجزائري ما شاركش في معارك في الساحل تحت القيادة الفرنسية. أحد السياسيين الفرنسيين قال رانا ما عطيناهمش بيسكوي، رانا عطيناهم وليمة زردة، رانا عدنا لهم زردة ماشي بيسكوي، يعني شبعوهم. وهذا اللي يخلي اليوم يعني ماكرون يزيد يعطيهم بيسكوي واحد اخر هذه المرة، خاصة انه العلاقات الجزائرية الفرنسية مرت بمرحلة فتور في عام 2021 العام اللي فات قبل إعادة انتخاب ماكرون من ديسمبر 2020، لما ماكرون صرح الشباب مزدوجي الجنسية قال لهم باللي النظام الجزائري عايش على ريع الذاكرة، وزيد يقول لهم باللي النظام الجزائري هارم وتزعزع تحت وطأة الحراك. وين عماها ولا ما زال تكلم على التاريخ تاع الجزائر وهذه اللي يحكموه منها العصابة اللي كانوا حبسها هنا. العصابة كانت يعني تموت، ولكن زاد كمل انه الجزائر لم توجد قبل 62، يعني فرنسا هي التي اوجدت الجزائر. هذا لما يمس في التاريخ جاو شدوا من هذه محمد لانهم ما همش قادرين يشدوه على كلمة هذا نظام هارم، لانهم صح كلهم فيوات ودي فيو فويو، كان جابك دي فيو باكسي دي فيو فويو يعني فيوات عرايا، وما يقدرش يجو يتكلموا لما يقول عايشي على ريع الذاكرة كاش كيفاش، لأنه هذا واقع دايرين فوند كوميرس باش يعني يغضبوا مالا بين يغضبوك انت قلت بلي الجزائر ما توجدتش قبل 62 وكدا حكموا هنايا يعني. هذه اللي كان اعطاهم ماكرون ذريعه باش يحتجوا يسحبوا السفير، يا ما تسحبش السفير تاعك للتشاور، لا عيط السفير ديالهم وقول له اعطينا تفسير، وعيط شوف وزير الخارجيه ديالك والرئيس ديالك عطنا تفسير. الجزائر عندهم حاجة العصابة انهم يعادوا سفير التحام التشاور اللي هي يعني سفير البلد المعني باش هذا الناس ديال، وكنت كلمت في الموضوع هذا اكثر من مرة. المهم الزيارة هذه تاع تبو تاع ماكرون للجزائر بالاضافة كونها
حبه بسكوي للعصابه الحاكمه في الجزائر، تبون راح يكروشي فيها ويقول لك نحضروا زياره الدوله، يعني لازم ماكرون يدير ابونمون طالع حابط للجزائر، ديروا زياره الدوله تاع 3 ايام. حاضر لها سي شرشابو، حاضر لها الزيارات الاخر، وقال شوفوا في القضايا الاقتصاديه وقضايا كذا كذا كذا. ولكن السؤال مطروح، هل يجرى تبون والعصابه اللي معاه انهم يطلبوا من ماكرون تسليم المعارضين اللي عايشين في فرنسا كلاجئين، الاحرار الصحفيين الاعلاميين الاحرار اللي عايشين في فرنسا ويقبلوا ويفضحوا يوميا في عصابات الاحرار، هل يجرى انه يطلب تسليم فرحات مهني باعتباره ارهابي، وتسليم عناصر الماك الارهابيين، وتسليم هشام عبود امير الدزاد الارهابيين في نظر العصابه، واسكو قادر يقنعهم باللي احنا ارهابيين؟ ويزعف عليه وكان يقول له ما نتلقاهمش. اسكو قادر يقول له حبسوا المظاهرات في شوارع باريس تاع الماك وتاع الجزائريين اللي راهم يخرجوا باستمرار ليحتجوا ضد العصابه؟ سكو يقدر يقول هذا الكلام؟ ما يقدرش، لانه راح يقول له ماكرون اعطينا الدليل انه هاد الناس ارهابيين، اعطونا الدليل. ولد الحرام ما عنده حتى دليل، ولد الحرام كذاب كبير، وسيادو اللي يقولوا له قول هاك ودير هاك، وبالتالي يبقى غالق فمه، يبقى غالق فمه، ونبقاو حنا حالين فمنا ونفضحوا فيه وفي العصابه اللي معاه نفضحوهم يوميا. هاي نفضحوهم من التراب الفرنسي، وروح من بعد اشكي من المغرب، قال المغرب راهو يمون في الماك، يمون في رشاد، راهو عاطي اللجوء للمعارضين، اركو المغرب زيرو زيرو زيرو، ما كان حتى شيء. ونتكلم في الموضوع هذايا من بعد. دونك الشيء اللي معروف هو انه الزياره هذه تاع ماكرون ما راح تجيب حتى نتيجه للعصابه. الشيء الواحد اللي راح تجيبه انه العصابه تفرح وتزخ جاني ماكرون، هذه هي الحكايه، تفرح وتزوخ وتقول جاني ماكرون. هذا ما كان، ما تقدرش دير اكثر من هكا، اكثر من الفرحه تاع راهو جاني ماكرون، تقدرش. دونك ما يقدروا يطالبوا بترحيل اللي يسموهم ارهابيين، ولا برفع الحمايه للاجئين السياسيين وخاصة حركة الماك وعناصر رشاد اللي عايشين في فرنسا، ما يقدروش يطلبوا بترحيلهم، وبالعكس يبقوا يبكيوا باش فرنسا ترضى عليهم، ما يرحلوش فرنسا، ما تفرضش عليهم مساعدة الحراقة اللي حابين يرجعوا، لأن العصابة مش حابتهم يرجعوا. شغل رزق باباهم الجزائر، الجزائر ملكية خاصة عليهم. هذا اللي ننتظروه. على كل حال، هي نتمنى انه المعارضة في الخارج توجه رسالة لماكرون باش تطلب منه انه يكلم ولاد الحرام تاع العصابة وممثلهم تبون عن القمع اللي يعيشوا فيه الجزائريين، وعلى مطاردة الأحرار في الخارج. وأنا شخصيا سأوجه له رسالة بالملف الكامل تاع محاولة الاغتيال ديالي، وطبعا الملف مازال عند القضاء الفرنسي، ونستناو واش راح يدير القضاء الفرنسي.
في حب في جمع الكل، في حب في حب في جمع الكل.